حينما تستيقظ تجد نفسها هكذا، وقد تبقى مدة طويلة جدا، تجد نفسها نائمة، تستيقظ من نومها وهي تعمل هكذا. أي هذه الحركات أثناء النوم، من قام بها؟ ما هو تفسير الطب لها؟ فسأبين. هذه الحركة معلومة عندنا بفضل الله جل وعلا أنها حركات الاتحاد والقوة، وقد بيناها سنوات، حركات ترمز إلى الاتحاد والقوة فيما بينهم جميعا في البدن. فهناك اتحاد قوي داخل البدن مع القوة، اتحاد وقوة، هذا يسمى اتحاد وهذا قوة، بمعنى أن لا أحد يصل إلى جمعنا وإلى منظومتنا وإلى قوتنا وسرنا، لأن أخذ الأذكار قبل النوم والرقية يعطي للجسد هالة وطاقة وقوة ويرجع لنا في البدن بالسلب. ولكن في البدن هناك ما يجدد الأسرار والأسحار مثلا، أو سر الاتصال بالبدن يختلف باختلاف من يتلبس في البدن على حسب رتبته ومكانته وقوته. فحفاظا على الكبير وعلى الأسرار يكون هذا الاتحاد، تكون هذه القوة قد بدأت في المنام وهي نائمة، فيأخذون بأعضائها وحركتها فيجلون الاتحاد للقوي والقوة للقوي. وهي حينما تستيقظ تجد هذه الحركة لا زالت باقية، فهي ظاهرة جلية لكن ما وراءها خفي هو العظيم، هو العظيم، أي كان العمل يجدد حينها، وكان التنظيم يبنى داخل البدن حينها، ولكن هي لا تعلم بهذا. فجاءتها هذه الحركة وهي لا تعلم سرها. هذه الحركة حينما فقط من النوم، سقطت من النوم، وجدتها، بل تجدها دائما بكثرة، هي دلالة على اتحاد وقوة. فكل حركة يأتي بها الجن أو الشيطان، سواء أثناء سماعك للرقية أو أثناء الصرع أو لا إرادي تكررها بكثرة، فلها مفهوم ولها دلالة ولها إشارة ولها مغزى ومعنى، فلا بد أن نبين ونفهم هذا. بارك الله فيك. إذن من هنا يتبين على أن هناك اتحاد وقوة حتى مع الطاعة والعبادة، يتبين أن حتى مع الطاعة والعبادة هناك اتحاد وقوة. ولهذا كلما جئت أنت بالتحصينات جاءوه بالتجديد، أنت تأخذ تحصين يومي هم يأتون بتجديد ليلي، أنت تأخذ بطاقة الضوء والنور هم يأتون بطاقة الظلام والسواد، وهناك تدافع، والغلبة أنت فرد وهم أفراد، أنت فرد وهم أفراد، أنت لم تعي سر العدو، هم يعلمون سرك أنت، وأنت بالنسبة لهم قد تكون عدو مع عشق، عدو مع عشق، كذا ذلك. أفراد جعلهم كبير أعداء لك، خصوم لك، يسجنونك من أجل كبير، وسنبين كيف. الاتحاد وقوة يتملكهم كبير من أجل مظلومة، أما أنت فأنت لا تعرف عدوك. تأتي بالتحصينات نعم، تأتي بالأذكار نعم، تأتي بالصلوات نعم، لكن لا تعرف مكمن العمل عند العدو حتى تقتل أو تصيب في مقتل، ومن ثم هناك حرب مع الفارق، ومن ثم هناك حرب مع الفارق. فمتى فهمت سلاح العدو تمكنت من غلبه ومن قهره، وإلا رميت رمي عشواء وهو المستفيد، لأنه يعلم خفاياك فكيف تخيفه، ويعلم سرك فكيف سوف تغلبه، أبدا لا يمكن لك ذلك.